بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كلامنا في حديث الإمامة وهو الحديث الذي رواه ثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام مقطع آخر من هذا الحديث يبين نسبة الإمام إلى الناس وأيضا ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وأنه لماذا الله سبحانه وتعالى اختاره للإمام دون سائر الناس. أما نسبة الإمام إلى الناس، فيقول الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام: الإمام الانيس الرفيق والوالد الشفيق والاخ الشقيق والام البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية الناد الانسان قد تكون علاقاته مع الاخرين على انواع فقد يعادي بعضا من الناس لا يريد خيرهم وقد لا يكون لا عدوا لا صديقا لاخرين وقد يكون هناك اصدقاء له وقد يكون ارتباط شخصين ارتباطا وثيقا جدا بحيث انه يهمه ما يهم ذاك، يهمه خير ذاك، يحزنه الشر الذي يصيب ذاك، الوالد الشفيق مع ولده، الوالد بالنسبة إلى ولده ليس كصديق عادي، لا، وإنما يهمه أمر ولده. إذا ابن أصيب بمرض يعالجه ولو كلفه الكثير، هناك كثير من الناس يبيعون كل ما يملكون ليصرفوه في علاج أولادهم، في تعليمهم، في ترقيتهم، إذا أصابه خير فرح بذلك الخير، الأب يفرح إذا ابنه نجح في الامتحان وكان من الطلبه الممتازين او نجح في التجاره او نجح في حياته الاجتماعيه او الشخصيه او في اي مجال من المجالات. واذا اصابه شر يحزن الاب اذا الابن مثلا في الامتحان لم ينجح في التجاره اصيب مثلا انكسار في تجارته وتضرر الاب ينزعج من ذلك ويحزن والوالد يحاول أنه يجند كل طاقاته لنجاح ولده وعدم إصابته بضرر الإمام يشبه بالوالد الشفيق الذي له شفق على ولده أحيانا الأباء درجة حبهم لأبنائهم متفاوتة، أب شفيق، الشفقة الحب المختلط مع خوف على المحبوب، تحبه وتخاف أن يصيبه شر. بعض الآباء يحبون أبنائهم لكن لا يهتم بأمره كثيرا، لكن الأب الشفيق يهتم بأمره كثيرا. الإمام يشبه بالوالد الشفيق هو يريد خير الناس، يريد هداية الناس وقبل الإمام الرسول صلى الله عليه وآله الرسول كان يتحسر على المشركين بأنهم يدخلون النار بسبب شركهم وهذه الحسره كانت تؤثر على الرسول صلى الله عليه واله حتى سلاه الله سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. زين هؤلاء الذين حقت كلمه ربك عليهم انهم اصحاب النار لا تتحسر عليهم. خلاص هذا الانسان من اهل النار ما له قابليه. الرسول صلى الله عليه واله كان يريد هدايه الناس. يريد هدايه كل الناس. شفقة بهم من نار جهنم كذلك الإمام الإمام يريد هداية جميع الناس ولذا إذا يرى بعض الناس في كفر في شرك في ضلال في معصية يتألم يتحسر لماذا هؤلاء يرفضون الهداية ويسببون دخول انفسهم في نار جهنم. مثال اخر الامام عليه الصلاه والسلام الرضا في هذه في هذا الحديث يبين: والاخ الشقيق اخوان شقيقان. كلمه الشقيق من الشق كانه مثلا تفاحه شقت نصفين. نقول هذا شقيق ذاك. هذا لبيان شدة ارتباطهما، قد يكون بين اخوين عداوة أو نوع من المنافرة، خاصة إذا كانوا من أمهات متعددة، لكن إذا كانت أمهم واحدة، وكانت علاقاتهم جيدة، كل واحد منهم يهمه أمر الآخر، زين الإمام إذا أكبر منك فهو كالوالد الشقيق الشفيق لك إذا بعمرك فهو كالأخ الشقيق مثال آخر والأم البرة بالولد الصغير عاطفة الأم بالنسبة إلى صغيرها طبعا الأطفال عندما يكبرون الأم لها عاطفة بالنسبة لهم وإلها تعلق بالنسبة لهم وتعلق شديد لكن عندما هذا يكون طفلا صغيرا تعلق الام به يكون اكثر واكبر واظهارها لعاطفتها تكون اكثر يعني يمكن الام ولدها الكبير تحبه كثيرا لكن احيانا يعني بعض المسائل الاجتماعيه تسبب انه لا تبرز حبها بشكل صريح وواضح وكثير اما بالنسبه الى الطفل الصغير الأم تبرز حبها بشكل متكرر يعني إذا تشوف ابنها الكبير تقبله مرة مثلا لكن إذا طفل صغير عمره سنة أقل من سنة أو هالحدود تأخذه وتكثر من تقبيله وتظهر محبته محبتها له الإمام مثله كهذا المثل يعني لا أنه يأتي ويبين الحكم من قبل هذا الحكم اهلا وسهلا ومن رفضه في امان الله الى جهنم وبئس المصير لا الامام يظهر محبه للناس ويكرر عليهم عطفه وهدايته لا مره ولا مرتين ولا ثلاث مرات يكرر ذلك بعاطفه وحب شديدين لانقاذ العباد من نار جهنم الآية الشريفة بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه واله تقول: عزيز عليه ما عنتم يعني مشقتكم صعبة عليه، إلى أن يقول بالمؤمنين رؤوف رحيم يظهر محبته بالنسبة إلى المؤمنين لانه له رأفه بهم والرأفه هي شده الرحمه حسب ما يقول بعض المفسرين، وشده الرحمه تلازم اظهار المحبه عاده. فاذا هذه بالنسبه الى الام وولدها الصغير، مثال اخر ومفزع العباد في الداهيه الناد. الداهيه يعني الامر العظيم الفادح. والناد أيضا نفس ذلك، يعني بمعنى الداهية ووصف الداهية بالناد مع أن معناهما واحد، هذا للمبالغة كما تقول سواد حالك مثلا، الحالك هو نفس السواد، لكن للمبالغة في بيان شدة السواد هكذا يقال. أصفر فاقع، الفاقع هو نفس الأصفر لكن بهذه الكيفية يبين شدة الصفار. الداهية الناد كذلك. زين الناس عند المشكلة العظيمة الداهية من يفزعون إليه؟ يفزعون إلى الإمام. إذا مشكلة دينية أو مشكلة دنيوية وفي حياة الأئمة عليهم الصلاة والسلام كثير من القصص التي تبين أنه الناس حتى أعداء الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا في وقت الشدة والضيق يلتجئون إليهم حديث المعروف أن المعتمد العباسي التجأ إلى الإمام العسكري وكان مسجونا في قضية معروفة اللي هي في دعاء الاستسقاء كان حيث أن نصرانيا كاد أن يخدع الناس كان يأتي ويدعو فتهطل الأمطار كان يأتي المسلمون ويدعون ولا تهطل الأمطار حتى كادت فتنة تحدث بين المسلمين لماذا هذا القسيس النصراني إذا دعا تنزل الأمطار وإذا المسلمون دعوا لا تنزل الأمطار ما عندهم حل هذه المشكلة إلى الإمام العسكري وهو مسجون لانه المعتمد العباسي خاف على سلطانه لان الناس اذا ارتدوا خلص هو يعتبر نفسه خليفه الرسول الناس اذا ارتدوا خلص بعدهم لا يعتقدون بالرسول ولا بخليفه الرسول فالامام العسكري عليه الصلاه والسلام في قضيه مفصله بين السبب ان هذا النصراني قد وصل الى قبر نبي من الانبياء واستخرج عظمه من عظامه ومن خصائص عظام الانبياء لان الانبياء الله سبحانه وتعالى احاطهم بالمعاجز ومن خصائص عظام الانبياء انه اذا كشف تحت السماء تمطر السماء فامر انه هذا النصراني اذا مد يديه بالدعاء يستخرج هذه العظمه من يده وبذلك هذه الفتنه التي اثارها بين المسلمين تخمت أو في قضية أخرى في زمان الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كانت الدراهم والدنانير تُسك في بلاد الروم، يعني السكة ضرب السكة كان في بلاد الروم، ولم تكن في بلاد المسلمين ضرب للسكة، فكتب ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان في قضية أنه أنا سأطبع على الليرات الفضية والذهبية سب رسولكم يعني راح يكون سب الرسول بيد كل واحد من الناس لأن الناس لا يستغنون عن الدرهم والدينار فهنا عبد الملك بن مروان اضطرب لا على رسول الله صلى الله عليه وآله فإن بني أمية ما كانوا يعتقدون بالرسول عشرين سنة حاربوا الرسول صلى الله عليه وآله فلما اضطروا أظهروا الإسلام في فتح مكة وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله كانوا يكيدون للإسلام كيدا وكانوا يريدون أن يرجعوها جاهلية إلى أن استتب لهم الملك وفي ملكهم كانوا يحاولون إفراغ الإسلام من محتوى وتحريف الإسلام لكن مع ذلك كان حكمهم على الناس باعتبار انهم خلفاء الرسول صلى الله عليه واله كانوا يبغضون رسول الله قلبا لكن يحكمون باسمه زين فلذلك هذا راح يولد نوع اضطراب في الحكم وهنا تحير ماذا يفعل عبد الملك ابن مروان فاضطر ان يكتب الى الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام والامام علمه كيفيه سك السكك كيفيه ومقدار الدينار والدرهم كذا وفعل ذلك وتخلص من السك في بل بلدان الروم وهكذا في زمان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام حينما كانت هناك ازمات تلم بالاسلام والمسلمين امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كان ياتي لحل تلك المشكله وكذلك في سائر على الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرت في كتب السيرة والتاريخ والروايات كثير من هذه القصص مفزع العباد في الداهية النات إذا نسبة الإمام إلى الناس أنه الذي ينقذهم من المشكلات الذي يهديهم إلى الطريق والذي هو شفيق بالنسبة إليهم إحنا شايفين معلم في الصف هذا موظف عند الدولة يستلم راتب يجي يدرس درس للأطفال الأطفال تعلموا وما تعلموا كذا مو مهم بالنسبة له لكن أكو معلم لا مو جاي أنه مجرد وظيفة وراتب وكذا لا يحترق قلبه على هؤلاء الأطفال يعتبرهم مثل أطفاله يحاول يعلمهم لذا يختار أفضل الطرق لتعليمهم. الامام نسبته الى الناس هكذا يحل مشاكلهم، يعلمهم، يهديهم بحربه بحرقه قلب وبحسره عليهم اذا لم يهتدوا. واما هذه من جهه نسبه الامام الى الناس. هذه الجهه. الجهه الاخرى ارتباط الامام بالله سبحانه وتعالى. هو عبد الله. وهو الامام من قبل الله. ولكن ما هي وظيفته؟ ما هي نسبته الى الله سبحانه وتعالى؟ في المقطع الثاني الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يبين يقول: الامام امين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي الى الله والذاب عن حرم الله. اولا هو امين الله في الخلق. الله سبحانه وتعالى انزل شريعه على رسوله محمد صلى الله عليه واله. بعد الرسول من الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى على هذا الدين وهذه الشريعه؟ الامام. لذلك الامام يحافظ على الدين وعلى الشريعه ويضحي لاجلها. كسبا لمرضات الله وتنفيذا لامر الله ولذلك نرى ان الائمه عليهم الصلاه والسلام مع انه غالب حياتهم كانوا في تقيه من الحكام الجائرين ولكن مع ذلك كانوا يبتلون بهؤلاء الحكام الجائرين ما عنده شغل بالسياسه يعني الامام الصادق الامام الباقر الامام الكاظم وسار الائمه عاده ما عندهم شغل بالسياسه ولكن مع ذلك كانوا يواجهون بمضايقات شديده من الحكام الظالمين احيانا سجن احيانا ابعاد احيانا حصار احيانا مؤامرات عليهم الى حد قتلهم بالسم عاده وفي الحديث الشريف ما منا الا مقتول او مسموم الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن علي والإمام الحسين عليه الصلاة عليهما الصلاة والسلام قتلا بالسيف. سائر الأئمة إلى الإمام الحسن العسكري قتلوا بالسم. لماذا؟ ما عنده شغل بالسياسة. لماذا الحكام كانوا يواجهونهم؟ لجهات متعددة، من جملة الجهات أن الحكام كانوا يعلمون أن هؤلاء الخلفاء الحق من قبل الله سبحانه وتعالى، ودائما الغاصب يخاف من صاحب الحق. ومن الجهات الرئيسيه ان الائمه على الرغم الظروف الصعبه كانوا يمنعون من تحريف الدين. حتى في حالات التقيه بشكل خاص يبينون الاحكام الواقعيه لاصحابهم، وهذا ما كان يصرف للحكام الظالمين. الحاكم الظالم يريد ان يكون الدين العوبه بيده. اذا اشتهى شيء وهو حرام يجي واعظ السلطان يروي روايه يكذب على رسول الله بحليه ذلك الشيء واذا فعل فعلا الناس يردون يعترضون عليه يجي ياتي واعظ السلاطين وينسبون حديثا الى رسول الله صلى الله عليه واله كذبا وزورا حتى يسكتون الناس انه هذا الحاكم ده يمتثل الى سنه الرسول صلى الله عليه واله حتى في التاريخ قرات ان احد سلاطين بني اميه هذا شويه كان يفكر في الصلاح والاصلاح فلما وصل الى الخلافه فاراد ان يبدا بالزهد بالتقشف بالغاء المحسوبيات والمنسوبيات وما الى ذلك زين هؤلاء النفعيون هؤلاء الذين يحيطون بالجائرين ل ينالوا من فتات الدنيا وحطامها هؤلاء شافوا ما يصرف لهم إذا هذا بدأ بسياسة التقشف وتطبيق الإسلام وكذا فمنافعهم تكون في خطر فجمعوا أربعين شخصا من علمائهم من شخصياتهم من محدثيهم جاءوا عند هذا الخليفة الجديد ووضعوا حديثا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله كذبا وزورا وافتراء نسبوه إلى الرسول أربعين واحد أن الرسول هكذا افتروا عليه أنه قال السلطان لا حساب عليه ولا كتاب صلى صام ما صلى ما صام شرب الخمر ما شرب الخمر عدا الجار هذا لا حساب عليه في يوم القيامة مباشرة يدخل الجنة الصلاة والصوم والحج وكذا حسب زعمهم والحديث المكذوب هذا خاص بعامه الناس. زين والرجل انخدع بهم وبدا بمتابعه سيره سلفه بالظلم والجور والاستئثار بالسلطه والمال وما الى ذلك. زين الائمه كانوا يحافظون على الدين نقيا وهذا ما يصرف الحكام الظالمين فلذلك كانوا يضايقونهم. الامام امين الله في خلقه وحجته على وحجته على عباده يعني حجه الله على العباد كما ان الانبياء حجج الله على العباد في يوم القيامه الله يحتج على الناس بالأئمه كما يحتج على الناس بالانبياء الله سبحانه وتعالى ما كان يريد أن يكون للناس حجة عليه لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لذا أرسل الرسل زين بعد الرسول صلى الله عليه وآله ألا إم حجج الله فلذلك في كل زمان حجة الله موجودة يحتج به على عباده وخليفته في بلاده الله سبحانه وتعالى جعل هذا الإمام منفذا لأوامره الإمام يتلقى تلك الأوامر كان قد تلقاها من رسول الله صلى الله عليه واله والرسول تلقاها من الله سبحانه وتعالى يعني نزلت مثلا في حديث شريف في الكافي نزلت صحيفة من السماء أو صحف من السماء على رسول الله زين صحيفة تبين وظيفة الرسول ماذا يفعل وصحيفه بين وظيفه امير المؤمنين وظيف وصحيفه بين وظيفه الامام الحسن الى الامام المهدي فالرسول سلمها لامير المؤمنين امير المؤمنين فتح الصحيفه اللي ترتبط به وقراها ونفذها عندما الامام الحسن عليه الصلاه والسلام بعد وفاه ابيه استشهاده فتح صحيفته وقراها وعمل بما فيها وهكذا الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ماذا يريد الله سبحانه وتعالى في هذا الكون بالاراده التشريعيه؟ الامام ينفذه وخليفته في بلاده والداعي الى الله والذاب عن حرم الله يدعو الى الله الامام هو داعي الله سبحانه وتعالى ومن لم يجب داعي الله في الايه الشريفه الانسان لازم يجيب داعي الله يعني يستجيب له. اذا ما استجاب له في يوم القيامه يكون من الخاسرين. زين كيف يكون؟ كيف تكون الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ الدعوه الى الله سبحانه وتعالى تكون ببيان حلاله، ببيان حرامه، بتفسير كتابه، ببيان التوحيد، ببيان النبوه، ببيان ما انزله الله سبحانه وتعالى لهدايه العباد وخاصه عندما تتلاطم الاهواء المختلفه والاراء المصطنعه والاكاذيب والاباطيل يميز الحق من الباطل فيدعو الى الله سبحانه وتعالى مثلا الان في التوحيد المسلمون فرق كثيره في المسلمين اكو مجسمه مجسمه يعتقدون بأن الله والعياذ بالله من اعتقادهم انه جسم، الجسم يعني ماده، مادي، وأن له صوره، وأنه كذا وكذا وكذا، بعض هؤلاء وصلوا الى حد التعطيل يريد ينزه الله سبحانه وتعالى عطله، ألغى صفاته في عقيدته البعض راد يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى فشبهه بخلقه البعض نسب الجبر إلى الله سبحانه وتعالى البعض فوض يعني عزل الله عن ملكه حسب زعمه وهكذا الأئمة جاءوا بيّنوا التوحيد الصحيح كذلك بالنسبة للنبوة نسبوا أحاديث باطلة ونقصوا من شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله على الأئمة جاءوا وبينوا بالأدلة العقلية والقرآنية والنقلية المتفق عليها منزلة الرسول صلى الله عليه وآله وكذلك سائر الأنبياء وبالنسبة للمعاد كذلك وبالنسبة لأحكام الشريعة كذلك بالنسبة إلى مسائل الأخلاق كذلك بالنسبة إلى التاريخ كثير عندنا من الإسرائيليات الباطلة التي أدخلها بعض اليهود الذين تظاهروا بالاسلام في أحاديث المسلمين، وبعضهم نسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه واله، فالأئمة عليهم الصلاة والسلام بينوا بطلان هذه الإسرائيليات، وبينوا أنه الحق أي شيء، فالإمام يدعو إلى الله ويذب عن حرم الله، الحرمة هي ما لا يجوز انتهاكها حرم الله يعني ما امر الله بتعظيمها كاحكامه واوليائه وبقاعه المقدسه ونحو ذلك هؤلاء يذبون عن حرم الله يعني يدافعون عنها يمنعون وصول الضرر الى حرم الله احكام الله تضيع لا اولياء الله سبحانه وتعالى يعتقد فيهم الباطل كلا هؤلاء يدافعون عن هذه الحرم ويحفظونها ولذا الاسلام وصل الى الينا وسيصل الى الاجيال القادمه كما انزل على رسول الله صلى الله عليه واله وذلك ببركه الامام الذي نصبه الله سبحانه وتعالى فاذا نسبه الامام الى الناس ونسبته الى الله سبحانه وتعالى في هذين المقطعين يبينها يبينهما الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهناك مقاطع أخرى في هذا الحديث الشريف نتركها إلى حلقات قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.